سؤال برضو من الأسئلة المشهورة اللي بتتسأل في تأخر الإنجاب. دكتور أنا عندي داء البطانة المهاجرة، ليه بيتأخر عليها حمل؟ أنا عملت إشعة بالصبغة، قنوات فالوب سليمة، أنا عملت متابعة تبويض، عندي تبويض، أنا عملت لقاء بيني وبين زوجي في الأوقات بتاعة التبويض وما حصلش حمل. الحقيقة داء البطانة المهاجرة، داء البطانة المهاجرة هو مرض في متغير في الخلايا أو موقع الخلايا اللي هي بتاعت بطانة الرحم. ده يعني ممكن يتقال عليه كتشخيص كده. لحد النهاردة داء البطانة المهاجرة هي خلية مشابهة للخلية الموجودة على بطانة الرحم، وهي ليست الخلية الموجودة على بطانة الرحم، وهذه الخلية موجودة في أي مكان غير تجويف الرحم، وهذه الخلية ممكن تكون موجودة في عضلة الرحم، ممكن تكون موجودة على السطح الخارجي للرحم داخل تجويف الحوض، ممكن تكون موجودة على السطح الخارجي لقنوات فالوب، ممكن تكون موجودة على السطح الخارجي للمبيض، ممكن تكون موجودة على الأغشية البريتونية المبطنة للجهاز التناسلي داخل الحوض. وفي كثير من الأحيان هذه الخلايا لا تؤثر تشريحيا على الحوض. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا وقع عليها ميه سخنه والميه السخنه دي خلت جلدي لونه احمر بس ما حرقتش جلدي، يبقى ده معناه ان ممكن تبقى الخلايا دي موجوده وتتشخص بالمنظار، ولا تشخص الا بالمنظار الا في حال وجود اكياس على المبيض، وهذه الاكياس يقال عليها الاكياس الشوكولاتيه اللي هي الشوكليت سيست، وهقول لكم ليه شوكليت سيست. يبقى ممكن يبقى انا عندي ده البطانه المهاجره، وده البطانه المهاجره ده ظاهريا مش واضح، عملت منظار ظاهريا كل اللي موجود هي بعض النقاط الزرقاء متفرقه داخل تجويف الحوض، وهذه النقاط مش عامله التصاق، مش عامله كياس على المبيض، مش عامله اي اعاقه للصفات التشريحيه بتاعه الحوض والمبيض وقنوات فالوب اللي هم المهمين في الموضوع دون، ولكن لا يحدث حمل. الاكياس الشوكولاتيه هي خليه، احنا اتفقنا الخليه دي شبه الخليه بتاعت بطانه الرحم، بتتفاعل كما يتفاعل بطانه الرحم هرمونيا مع الهرمونز اللي بتفرز داخل جسم المراه، ولكن في الطبيعي الخليه اللي موجوده داخل تجويف الرحم بتقع مع نزول الدوره. لا، الخليه دي تبدا تكون دم في مكان مقفول اللي هو نسيج المبيض وتعمل هذه الاكياس، وعشان هي دم وعشان هي تجمع دم فبيقال عليها اكياس شوكولاتيه. في نهايه الامر داء البطانه المهاجره هم مرضين، مرض تشريحي ومرض مناعي، والاجابه بتاعت السؤال اللي احنا بدينا بيه الحلقه انه يا دكتور انا كل حاجه عندي سليمه، كل اللي عندي في منظار البطن هو بعض النقط صغيره الحجم جدا متفرقه داخل الحوض، وبيقولوا لي ان دي داء بطانه مهاجره من الدرجه الاولى. هؤلاء السيدات تاخر الانجاب عندهم هو ليس بسبب اعاقه تشريحيه في اللقاء بين البويضه والحيوان المنوي لانسداد او لالتصاقات حوالين قناه فالوب، ولكن دي ما يسمى الجزء المناعي من هذا المرض، والجزء المناعي من هذا المرض هو عدم قدره الجنين الانغماس على بطانه الرحم، لان هناك بعض الاجسام المضاده اللي بتبقى بتعوم في دم هذه المراه ممكن تكون هي اللي بتعوق التصاق الجنين على بطانه الرحم في الوقت اللي هو بتاع ما بعد التبويض. احمد عبد الله استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري مستشفى دار الطب. مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة وتغير مع يومنا وفقرات متنوعة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة قوي، هنتكلم مع مرضى السمنة المفرطة اللي قرروا ان هم يجروا يعملوا جراحات او يتجهوا الى الجراحات، لكن بيكون عندهم قلق.
هنتكلم معاهم ازاي هنعرفهم مدى الامان اللي بقت فيه عمليات جراحات السمنه المفرطه، خاصه عمليه تحويل المسار، وايه الارشادات اللي بنقدمها لهم بعد العمليه علشان يكملوا عمليتهم بنجاح. يسعدني ان ارحب بضيفي اللي معايا في فقرتي الاولى، دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، وزميل الكلية الملكية للجراحين بلندن. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني يمكن احنا عاوزين نعرف في البداية ازاي بيتم تجهيز مريض السمنة المفرطة، خاصة اللي داخل يعمل عملية تحويل مسار. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي ان احيي حضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه طبعا حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، الامان في جراحات السمنه. الامان في جراحات السمنه يتاتى من كذا عامل. يعني احنا مش بنتكلم بس على التقنيات اللي احنا بنستخدمها او المستهلكات الطبيه اللي احنا بنستخدمها، يعني المشهور منها ان انتوا بتستخدموا دبسات ايه نوعها او المستهلكات نوعها ايه. دي مش قصه، احنا يعني الحاجات دي خلاص يعني يمكن يعني يعني لكن خلينا نتكلم على ازاي بقى بنستخدم الدباسات دي وازاي بنستخدمها باحترافيه. اختيار نوع المريض المناسب للعمليه المناسبه، يعني ممكن استخدم اعمل تكميم معده المريض اكل سكريات او محب للسكريات قوي وما يخسش. ممكن عيان اختار له العمليه المناسبه وما اعملهاش باحترافيه كافيه يعني، والعيان ما يخسش عليها ومعدته تكون واسعه، وبالتالي بيجي لنا في المراكز بتاعتنا نصلح له التكميم اللي عمله او التحويل اللي عمله او العمليات اللي هي اللي اتعملت. بعض الامان بياتي برضو ان احنا ما نجريش ورا الاسعار القليله. أيوة. ونستخدم جراحات قد تكون ممنوعه، يعني زي تدبيس المعده مثلا، يقال عليه تدبيس معده حديث، تدبيس معده قديم، الحاجات دي كلها اتمنعت. كان عندنا عيان امبارح بنصلح له عمليه اللي هو تدكيك المعده. تدكيك المعدة؟ طي المعدة. ما بيستخدموش بقى دباسات، كانت فكرة إيرانية وبعد كده الناس استخدمتها بهدف يعني تقليل التكاليف شوية. لكن طبعا العين ما بخسش والمعدة بتكون واسعة. وصل وزنه 193 كيلو وطوله كان 150 سنتي، فكان يعني ومعمولة بالفتح الجراحي كمان. استخدام برضو يعني يمكن حاجات برضو تؤدي إلى الأمان، إن احنا نستخدم التقنيات الحديثة بقى، يعني نعمل بالمنظار، يعني من التسعينات المنظار متوفر. فأنا بحذر من الناس اللي بتعمل جراحات للسمنة بالفتح الجراحي. دي انتهت يا جماعة خلاص، الفتح الجراحي ده خلاص انتهى، ما بقاش يستخدم دلوقتي خالص. ما بيقفلش الجرح في معظم الناس، ما بيقفلش ان ضغط البطن عالي. السمنة الدهون في حالة غليان مستمر تؤدي الى سوء التئام. فبالتالي ما نعرضش العيان لجراحات عفى عليها الزمن. أيوة. ما نستخدمش تقنيات عفى عليها الزمن زي الجراحه بالفتح الجراحي، ما نستخدمش عمليات ممنوعه في 2017 يعني المفروض. وعايز اقول ان الـ 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 المهاره في استخدام في العمليات الجراحيه مطلوبه، لان طبعا بتتعرض لمواقف اثناء العمليات قد تكون الكفاءه الجراحيه اللي ربنا موفقك ليها هي الحل الوحيد. صح يا دكتور. لان احنا ما ينفعش ان انا اقول اوجه العيان يعني عشان انا بعمل، قلت كلمه كويسه قوي، تتعرض لموقف صعب الكفاءه العلميه هي اللي بتكون السبيل الوحيد في الوقت ده بالظبط للخروج من الازمه دي. طبعا لازم يكون المراكز عملت 2000 ولا 3000 حاله عشان بالزبط. تبقى يعني حاجه امان. يعني عايز اقول كمان ان احنا استخدام كل طقم التخدير لازم يكون على كفاءه عاليه. مريض السمنه مش مريض يعني ممكن يجي لك المركز حضرتك ويقول انا كويس، يعني تساله عن سكر عن ضغط بيقول انا ما عنديش. تعمل تحاليل وتلاقيه بري دايابيتك او دايابيتك، وتلاقي كوليسترول ودهون في الكبد وعنده يعني مشاكل محتاجه صعوبه في النفس. الاستشاري التخدير لازم يكون على محترف. طبعا هي منظومه كامله يا دكتور، بس احنا عندنا تقرير هنروح نشوفه ونرجع نكمل كلام. اسمي محمد محمد السعيد الزغبي من بورسعيد. من كتر السمنه وصلت للوزن 330 كيلو، عانيت من السمنه جامد وتعبت، رحت لدكاتره كتير لحد ما ربنا كرمني بالدكتور كريم.
ورجح لي عمليه تكميم المعده وعملتها من 8 شهور و10 ايام، ودلوقتي وزني 150 كيلو من 330 كيلو. أنا اسمي شاهد عبد الرزاق محمد أحمد إدريس من المملكة العربية السعودية، عمري 25 سنة، وزني كان 171، فكنت أعاني من السمنة المفرطة، وكنت أعاني من الصحة والعمل مع الأصدقاء في اللبس في الطلعة في كل حاجة. فلما شفت الدكتور كريم صبري في التلفزيون فرحت للدكتور كريم، فقعدت مع الدكتور كريم ونصحني إن أنا أعمل عملية تكميم، فعملت العملية في خلال شهرين نزلت 231 كيلو في خلال شهرين، وكان وزني 171. فأنا بشكر الدكتور كريم وجميع الطاقم الفريق كلهم وبهنيهم وإن شاء الله للأحسن إن شاء الله، وبأنصح بزيارة الدكتور كريم في إجراء عملية التكميم المعدة أو تحويل المسار. دكتور كريم، يمكن انت قلت لي على حاجه في الفصل يعني اسعدتني انا شخصيا، ان انتوا عاملين حمله ومتبنيين حمله هايله جدا ومضمونها ومعناها المعنوي حلو جدا. كلمنا اكتر عن الحمله اللي انتوا متبنيينها. الحقيقه طبعا الحمله احنا يعني فكرتها هي حمله ليست مجانيه، هي حمله بس لتقليل الاسعار، لان ما اقدرش طبعا اعمل حمله موسعه بالعدد الكبير اللي احنا شغالين فيه ده باسعار او يعني مجانيه. احنا بنقلل اسعار التكلفه الكليه. الشركات اللي احنا بنجيب منها الدباسات الامريكي هي من الحمله، هي مش بتساعدنا يعني قد ما هي بناخد منها كميات، فبيتوفر ثمن الدباسه الواحد او المستهلكات الطبيه بتبقى على يعني قليله شويه مع الكميه الكبيره. الحاجه الثانيه، المستشفيات اللي احنا بنشتغل فيها في المحافظات اثناء فتره الحمله بيبقى الاقامه بتاعتها قليله لان العدد كبير. التيم اللي هو المساعد الاقبال بيبقى كبير عليه، كبير جدا. الطاقم التيم بتاعنا كله اسعاره قليله، لان ده انا حاسس ده دي خدمه احنا بنقدمها، واحنا كمان بننتشر، احنا مش خسرانين، احنا بنشتغل عدد كبير لكن باسعار مخفضه. فهي معادله تقديم يعني اعلى التقنيات واحدث العمليات باسعار قد تكون متاحه لمعظم الناس. موجودين في الاسكندريه، موجودين في طنطا، موجودين في القاهره، موجودين في سوهاج. يعني بنعمل روتيشن ما بينهم، يعني بنجمع عدد معين بنسافر له روتيشن لحد ما نخلص، وطول ما فينا صح ان شاء الله احنا شغالين لحد ما نخلص كل المستهلكات الطبيه باذن الله. كويس جدا جدا، يعني الحمله مستمره لحين ما تخلص المستهلكات الطبيه. بالظبط. طب عايزين تروحوا محافظات كتير بقى. بنروح احنا كنا يعني في محافظات كمان محدش بيسال فيها خالص، لازم احنا يمكن كانت فكره الحمله الاسكندريه قطاع يعني بتاخد جزء من حواليها، يعني السوهاج برضو في الصعيد، الصعيد بتاخد الصعيد كله، طنطا قريبه جدا لوسط الدلتا، القاهره احنا موجودين للاماكن اللي حواليها. فيعني احنا طبعا يعني عشان برضو العدد اسوان يا دكتور وكده لازم ان شاء الله نعمل روتيشن تاني، لكن هي الفكره احنا عندنا شغل كتير فالسفر صعب برضو، فاحنا الاماكن دي محددينها بحيث ان احنا نقدر نأدي، لكن ان شاء الله ممكن يبقى في تفكير الاماكن اللي احنا لم تصير انا بحييك يعني. على الفكره لانها فكره شكرا. حلوه جدا واكيد هتساعد ناس كتير يعني بشكل كبير قوي. بس احنا عاوزين نعرف بقى الارشادات اللي بتديها للمريض بعد ما بيتم اجراء عمليه التحويل المصغر للمعده، ايه بتقول له اعمل ايه وما تعملش ايه في حياتك؟ التحويل مسار المعده هي عمليه بسيطه جدا على فكره، هي يمكن ناس مضخمه الامور او يمكن كان لهم تجارب سيئه مع ناس اخرين، ويمكن بس اللي بينقل تجربته اللي بيحصل له مشكله،
لكن الناس اللي مستفيده كلها ما حدش بيشوفه يمكن على السوشيال ميديا. او لا، عايز اقول ان تحويل المسار عمليه لا تستغرق في اقصى الاوزان ممكن ما تعديش ساعه. ممكن الكاميرات بننقل لكم حاجات اوزان ضخمه جدا تتعدى ال 200 بتعمل في 50 دقيقه. شفنا اهو، شفنا في التقرير قد ايه، ويمكن 350 كيلو 330 كيلو ما تعداش الساعه، والريهابيتيشن ما تعديش ساعه 330 كيلو. اه لايف سيرجي، احنا بنقل كتير جدا على السوشيال، عندنا لايف من داخل العمليات، اوقات صغيره جدا. الحاجه الثانيه، العيان بعد العمليه بيكون فايق في تمام الافاقه. بعد ساعتين بيتحرك، بيتمشى في المستشفى، بياخد نشاطه الطبيعي، يشرب بعد 6 ساعات، تاني يوم يخرج من المستشفى اقل من 24 ساعه، احنا شغالين بالفاست تراك، مفيش الم، امورنا كويسه. بيتحرك، بيمشي 10 ايام على زبادي وجيلي وعصائر طبيعيه بسكر دايت، عصائر بيور، عصائر يعني في خلال 10 ايام الاولى. 20 يوم بقيه الشهر الاول بيمشي على اكل بسيط كده بطريقه معينه، بعد الشهر الاول بعد تمام الالتئام يبتدي يرجع للنشاط الطبيعي خالص. اول 10 ايام مع اول زياره بيخسروا 10 كيلو، بعد كده قد تزيد معدل شويه، معدل كيلو في اليوم في اول 10 ايام. في الشهر بينزل له 10 كيلو كده في الشهر، قد تزيد في الاوزان العاليه قوي وقد تقل في الاوزان القليله شويه، يعني هي نسبه وتناسب من الوزن الزائد فوق الوزن المثالي. يعني الوزن العالي بينزل أكتر نسبة وتناسب، يعني عنده مخزون جامد فياخد منه كل شهر أكتر شوية، لكن الناس اللي هي وزنها يعني 100 كيلو 97 كيلو بينزلوا بريت أقل من الناس اللي هم وزنهم فوق ال 200 مثلا، ده بينزل كمية كبيرة، لأن هم الاثنين هيتقابلوا عند نهاية السنة في الوزن المثالي. طيب العمليات دي بتتم بالمنظار طبعا زي ما قلنا، معنى إنه بتتم إن هي بتتم بالمنظار إيه يا دكتور كريم؟ معنى كده ان انت هتخرج بسرعه، ان فتحات صغيره جدا ملهاش اثر، يمكن حاجات بسيطه جدا كانك بتعمل مراره. معناها ان الالم قليل جدا، مفيش الم، مش فتح جراحي، يعني الناس اللي بتعمل قصريه بتتالم، الناس اللي بتعمل فتح جراحي استكشاف بتتالم. الفتح الجراحي ده دمار يعني بالزبط. لكن احنا بنعمل فتحات صغيره كلها يعني وده اللي يمكن احنا قلناه في اول الحلقه. انا بشكرك يا دكتور كريم على وجودك معايا النهارده. دكتور كريم صبري كان منورنا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا فقره كمان، استنونا. ودلوقتي بشرتك مع ماسي اللي بيستناها ناس كتير جدا وجميع شرائح المجتمع ومش فئه معينه. خلوني ارحب بضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. اهلا اهلا يا دكتوره دينا. اهلا اهلا يا يمنى. إيه؟ تمام يا روح قلبي. كله حلو جدا. يعني يمكن الفقره دي بيستناها ناس كتير يا دكتوره دينا، ويعني ما بقاش في سن معين بس هو اللي بيستنى يعرف معلومات عن ماسي دروجولد او فئه معينه. كل الناس عايزه تبان احلى، والصغير في السن عايز يبان احلى وخايف التجاعيد تطلع له، والكبير عايز يبان اصغر 10 سنين في السن. فكلمينا عن فكره ماسي دروجولد شويه. فكره ماسي دروجولد ان هو مش زي اي منتج تاني موجود في العالم. فكره ماسي دروجولد ان اتعمل منتج للكبار يعالج ويصغر في السن 10 سنين، والصغيرين يفضلوا شكلهم صغيرين على المدى الطويل وعشرات السنين. فكره ماسي دروجولد ان هو فيه 56 عنصر، مش ممكن الاقي حاجه في الماركت فيها عناصر ماسي دروجولد. فكره ماسي دروجولد ان اتعمل في 6 سنين، البلد المنشا ان احنا كلنا عارفين ان ايطاليا بلد الكوزماتكس، بلد التجميل والموضه. فكره ماسي دروجولد المصنع نفسه مترخص الجود مانيفاكتشر براكتس والايزو، وان كمان ماسي دروجولد بيعالج معظم مشاكل البشره اللي بتبين كبار شويه في السن، بتدينا عدم ثقه في نفسنا، وساعات بتوصل لاكتئاب. فطبعا هي دي فكره ماسي دروجولد، بسر تركيبته بالتقنيه الحديثه اللي هي النانو اللي اتصنع بيها ماسي دروجولد، طلع منتج بيدي بيست ريزلتس ويناسب جميع انواع البشره، يناسب ستات ورجال، يناسب شباب صغيرين، ويناسب من سن 18 سنه. طيب انت عارفه انه دايما يعني قبل ماسي دروجولد كان في كريم ليل وكريم نهار وكريم مش عارفه ايه، كنا بنعمل حاجات كتيره قوي. ايوه صح. دلوقتي ايه، هل ماسي دروجولد بيغنينا عن كل الحاجات دي؟ يعني هل ممكن نحط ماسي دروجولد بالليل يغنينا عن كريم الليل، او نحط طبعًا ماسي دروجولد بالنهار يغنينا؟ يعني فكره ماسي دروجولد ان بكريم واحد يغنيك عن اي كريم تاني انت بتحطيه. يمكن قبل ما ماسي دروجولد ينزل الماركت اي بنت او اي سيده بيشتروا 20 كريم في يوم واحد او 15 كريم، كريم لتحت العين، كريم للرقبه، كريم داي كريم للصبح، نايت كريم بالليل. ماسي دروجولد فيه كل المكونات اللي بتحتاجها فعلا الجلد. ماسي دروجولد مش بس فيه
ذهب وكافيار وحاجات كتير، ده في معادن، في احماض امينيه، في مضادات اكسده، فكل المكونات دي تقدر تغنيك عن الداي كريم ونايت كريم. وطبعا دي بتبقى حاجه سهله جدا، يعني صعب انك انت كل يوم تفتكري كريم الصبح وكريم بالليل وكريم اللي تحت العين وكريم للرقبه، ده صعب قوي، اكيد هتنسي يوم يومين ثلاثه وهتزهقي ومش هتحطي حاجه. يعني يكفي ان احنا نحط ميسي درو جولد مره في اليوم مثلا؟ اه طبعا. ميسي درو جولد طبعا انسب وقت ليه ان هو احنا بنحطه بالليل. بالليل بتبقى سرعه استجابه البشره عاليه جدا جدا. ماسي درو جولد يقدر يطرد بقى السموم والشوائب والاتربه اللي حصلت على مدار اليوم. ماسي درو جولد بيتحط الصبح بيبقى حلو قوي لانه بيديكي جود ابييرنس، بيديكي سيلف كونفيدنس عالي قوي، بتبقي نازله الشارع وانت عارفه ان اليوم كله وشك زي القمر، مش محتاجه كل شويه تخشي تدوري على حمام تظبطي مكياج تحطي بلاشر، لا انت اوريدي وشك كله بيبقى بلاشر ووردي وطبيعي جدا من غير اي تدخل ميك اب اطلاقا. طب اخباره مع الميك اب ايه؟ مع الميك اب ما بيتعرضش ابدا، بالعكس لو اي سيده او اي بنت عايزه تحط ميك اب بفضل باستخدام ضغطه من ماسي درو جولد عشان تديها واقي من اختراق الميك اب للبشره. لكن مع استخدام ماسي درو جولد مش هنحتاج خالص ميك اب، الا لو عايزه تحطي روج او ماسكره او ميك اب العين او حواجب، لكن بتكلم على السكين نفسه يا يمنى. دي اهم حاجه، السكين نفسه بيبقى منور قوي مع ماسي درو جولد. والفكره بتاعت ماسي درو جولد يعني مش ممكن هتلاقي كريم بيديكي نتيجه من اول دهنه. فكره ماسي درو جولد انك انت اول ما ازاي بيديني من اول مره احطه ازاي يديني بيديكي رادار عالي قوي، بيديكي اطلاله فظيعه، بيديكي رونق، بيديكي وش كله دمويه كله حيويه، بتلاقي وشك كله بينك، كل الكلام ده من اول دهنه، بيديكي نعومه في بشرتك زي نعومه الاطفال. بعد فتره بقى بيبتدي يعالج لك حاجات كتير قوي في البشره، لو بصيتي على نفسك في المرايه ممكن تلاقي شكلك كله حلو بس حاجه واحده صغيره كده. عايزين نصور نفسنا قبل ماسي درو جولد ونصور نفسنا بعدها بفتره شهرين ثلاثه كده وانت طالعه فظيع. يعني على طول اقول يمكن مع ماسي درو جولد بعد ما نخلص الكورس شكلنا بيصغر 10 سنين، لا ده احنا في وسط ما احنا بنحط الكورس شكلنا بيصغر. وده شفته مع عملائنا. يعني سيدات كتير بتكلمنا في الشركه بتقول لي حضرتك بتقولي بعد انتهاء الكورس انا اوريدي بعد شهرين شكلي اختلف تماما. يعني في ناس عندها الاستجابه قويه قوي طبعا. موضوع استجابه البشره يعني كل بني ادم غير التاني، كل بني ادم سنه غير التاني، كل بني ادم بيتعرض لعوامل بيئيه غير التانيه، فكل الحاجات دي بتعتمد على استجابه البشره الحقيقيه. طيب احنا عندنا تقرير نروح نشوف له، جاهزين؟ يلا بينا. دكتوره دينا، عايزين نعرف ايه هي اهم مكونات ماسي درو جولد والماده الفعاله بتاعت كل مكون، يعني كل مكون بيعمل ايه مع البشره؟ اهم مكونات ماسي درو جولد، ماسي درو جولد فيه 56 عنصر، ماسي درو جولد 56 عنصر منهم 23 عنصر فعال. اهم المكونات الذهب الخالص عيار 23، الكافيار اكستراكت، الكولاجين، الهيلورونيك اسيد ماده الفيلر، السيراميد، اسيتايل هيكسا بيبتايد، طبعا مضادات اكسده، فيتامينز، معادن، مينرالز، وسان بلوك اللي هو التيتانيوم دايكسايد. فكل المكونات دي كل مكون اهم من الثاني، وكل مكون بيعالج مشكله معينه في البشره، وكلهم الحقيقه موجودين في ماسي درو جولد. يعني كل المكونات المهمه دي، لان ايطاليان اللي مصنعين ماسي درو جولد كيميائيين عندهم خبره عاليه جدا في تصنيع مستحضرات التجميل، وعندهم خبره عاليه جدا في علم الدرماتولوجي اللي هو علم الجلد. فلما درسوا علم الجلد، ودراسه علم الجلد دي مهمه جدا عشان تطلعوا منتج زي ده. طبعا. اهم حاجه الجلد عايزه ايه، الجلد عايز ايه، المكونات اللي تقدر تصغر في سن الجلد، المكونات اللي تقدر تحمي الجلد من تجاعيد وترهل في البشره وبقع ونمش وكلف، فكل الكلام ده طبعا اتعمل في 6 سنين. فهي دي اهم العناصر بتاعت ماسي درو جولد. الذهب، كافيار، ايوه، سيراميد، ايوه، لحفظت الفيلر ايوه، والكولاجين يا يمنى، الكولاجين مهم جدا. يمكن الكولاجين بروتين اساسي في الوش والشعر الحقيقه، يعني من اهم بروتينات جسم الانسان الكولاجين، والعلماء اكتشفوا ان 30% من حجم بروتينات جسم الانسان من الكولاجين. الكولاجين بيحصل له ريدكشن ليفل في البشره، مش بس مع التقدم في السن، بيتكسر مع الاكل مش صحي، بيتكسر مع نفسيه مش حلوه، بيتكسر مع عوامل بيئيه كتير من التدخين والشمس والكلام ده كله. طيب ايه رايك في الناس اللي عندها مشاكل ومتردده مش عارفه تروح، يعني مشاكل مش قويه، خلينا نقول مشاكل لسه حاجات سطحيه بسيطه،
متردده تروح تحقن بوتوكس وفيلر ولا تستخدم ماسي دروجولد؟ ده بالنسبه للتجاعيد السطحيه. بالنسبه للتجاعيد السطحيه طبعا ماسي دروجولد كافي جدا. عشان كده بقول التجاعيد السطحيه نلحقها، ما فيش تردد، ما ينفعش نتردد ابدا، لان التجاعيد السطحيه هتبقى عميقه طبعا ما دام حصل تجاعيده، فيعني ان البشره التجاعيده دي حصلها الالاستيستي بتاعتها قليله، الكولاجين ريدكشن حصل له، الهيالورونيك اسيد حصل له ريدكشن ليفل، فبنلحقه ماسي دروجولد اكيد. ماسي دروجولد انتي رينكل، مضاد للتجاعيد ومحارب للتجاعيد بالدرجه الاولى. ايه الماده اللي موجوده في ماسي دروجولد ده تحارب التجاعيد؟ عندك الذهب، عندك الكافيار، عندك الكولاجين، عندك السيراميد، عندك اسيتال هيكسابيبتايد. كل المواد دي، كل الحاجات دي بتشتغل على التجاعيد الحقيقه. في حاجات تانية بقى بتشتغل على الهالات السوداء، على البقع، على النمش طبعا، على الحاجات دي كلها. الذهب من اهم العناصر اللي تقدر تفتح الحاجات دي، لان الذهب اول ما بيلمس البشره بيعمل سبريس للميلانين. يمكن ناس كتير مش عارفه ليه البقع الداكنه دي نتيجه ايه، ان عندنا الميلانوسايتس اللي هي الخلايا المسؤوله عن الميلانين بتفرز ميلانين كتير جدا فبتبقع. ماسي دروجولد بيعمل ريدكشن او بيقلل افراز الميلانين وبيرجعه لحجمه الطبيعي، فيقدر يوحد لون البشره جدا. لو حد عنده نمش، هالات سوداء، كلف، بقع نادكه عن الشمس، اثار حب الشباب بتغمق الوش، كل الحاجات دي بتنتهي مع ماسي دروجولد. طيب الحقن بوتوكس وفيلر، الحقن بوتوكس وفيلر بنصح باستخدام ماسي دروجولد طبعا اكيد. لان زي ما التجاعيده محتاجه بوتوكس والفيلر، البشره كلها محتاجه مواد ماسي دروجولد مش موجوده اصلا في البوتوكس والفيلر. فعلى طول اقول الميكسنج البوتوكس والفيلر مع ماسي دروجولد يقدر جدا يطول مفعول العقد الحقن، ويقدر يعزز مفعول الحقن جدا. طيب دايما الناس بتسال وبتقول يعني ايه اللي بيميزه، ايه اللي بيخليه مختلف، ليه بتتكلموا بثقه عن ماسي دروجولد؟ هل هو في سر معين في ماسي دروجولد مختلف عن بقيه المنتجات؟ طبعا بنتكلم بثقه جدا. ماسي دروجولد سنه واربع شهور بس في الماركت، ماسي دروجولد عدى منتجات تجميليه بقى لها عشرات السنين. ماسي دروجولد ما فيش حد، مش بس في مصر، في الوطن العربي كله مش عارف يعني ايه ماسي دروجولد. ماسي دروجولد اتعمل بسر تركيبه، ان الكيميائيين ما حطوش كل المواد دي كده هليهلي او عشوائي، اتحطت بدرجه حراره معينه، بكالكوليشنز معينه، بميكسنج معين. ازاي قدروا الكيميائيين اللي مصنعين ماسي دروجولد ان الجولد بارتكلز، لان ماسي دروجولد مختلف ما فيهوش ميه ذهب، ده فيه جزيئات، ازاي قدروا يخلوا العلبه كلها جزيئات ذهب؟ ازاي مع كل ضغطه بتشوفي جزيئات الذهب، مش مثلا الذهب اتقل فترص تحت، لا ده انت كل العلبه مع كل ضغطه بتشوفي جزيئات ذهب عاليه جدا. فطبعا بطريقه، وكمان متصنع بطريقه النانو، يعني كل كومبوننت او كل اكتيف انجريدينت في ماسي دروجولد صغير جدا جدا، فيري مايكرونايز، فبيخترق البشره ويقدر البشره تمتصه ويحصل استجابه عاليه جدا. وكمان ماسي دروجولد فيه ميزه انك انت بعد ما بتحطي الكريم وشك ما بيزيتش اطلاقا. صعب قوي انك انت تحطي كريم وتحسي انك انت مزيته، حرانه، عرقانه، مش لطيف. مش لطيف خالص بصراحه. مش بس البشره الدهنيه، ده مش موجود في ماسي يعني دروجولد. انا عارفه انك انت بشرتك دهنيه بتضايق جدا. انا بشرتي حساسه بتضايق، اي حد حتى البشره الجافه ما بتحبش وشها يبقى مزيت. ماسي دروجولد دي ميزته الحقيقه، وامتصاص سريع فعلا قوي، يعني بعد امتصاص سريع، بس الذهب بقى بيبقى باين قوي. لا ده انت بتبقي ملعلعه خالص، ملعلعه خالص. ده فعلا، ده كل الكلام ده سر تركيبته. عشان كده بنتكلم بثقه عاليه جدا ان ماسي دروجولد ملوش منافس في السوق. ماسي دروجولد لوحده بينافس نفسه، ماسي دروجولد في الصداره، ماسي دروجولد كل الوطن العربي بيتكلم عن ايه المنتج ده اللي يقدر يصغر في سن البشره شكلها 10 سنين. طب تيجي نروح نشوف تقرير؟ يلا يلا بينا. ماسي دروجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد
مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسيدور جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. ماسيدورا جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسيدورا جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات. ماسيدورا جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسيدورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. أعتقد أن انتشاركوا ده دليل نجاح كبير قوي. أكيد. زي ما شفنا في التقرير موجودين في أماكن كتير قوي. خلينا نقول الأماكن دي بالتفصيل للسادة المشاهدين. أوكي. وهل بيتم التفاعل مع الناس من خلال الأماكن دي ولا لا؟ أوكي. طبعا الشركة الرئيسية الشركة الأم ماسي فارم إيطالي، دي مقرها سان مارينو إيطاليا. شركتنا في مصر ماسي فارم إيجيبت مقرها القاهرة مصر، اللي هي أرقامها ظاهرة على الشاشة. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جولف مقرها جبل علي دبي الإمارات. عندنا شركة تانية في دبي ماسي فارم جولف لمستحضرات التجميل. وعايزة أنوه لكل السادة المشاهدين أن ماسي فارم جولف مفتوحة بالكول سنتر بتاعها، اللي هو الرقم الإماراتي اللي ظهر على الشاشة، عشان الحقيقة الإمارات ودبي ودول الخليج بيطلبوا ماسي دورو جولد بكميات كبيرة جدا. فأي حد في دول الخليج من كمان بيتكلموا عن ماسي دورو جولد قوي قوي الحقيقة. أنا كنت في دبي كلموني أنا عن ماسي دورو جولد. أيوة فعلا. فأي حد طبعا عايش في الإمارات أو دول الخليج أو أشقائنا العرب عايزين يحصلوا على ماسي دورو جولد، أوريدي الشركة الإماراتية مفتوحة. إن شاء الله قريب جدا ماسي فارم أمريكا مقرها في فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا بتطلب كتير جدا كمان. خلال التواصل شركتنا الأم ما بتديش فرد أو اثنين أو ثلاثة أو مية أو متين، شركتنا الأم هي اللي بتصدر لنا في كل فروعنا وشركاتنا في جميع أنحاء العالم، وبتصدر للوكالات فقط. يعني يمكن في ناس كتير عايشة في إيطاليا أو هولندا أو الاتحاد الأوروبي فاكر ان هي تقدر تحصل على ماسي دروجولد او فاكر انها تتلاقيه اوريدي في الماركت في ايطاليا. شركه ماسي فارم هي الوكيل الحصري، يعني مش هنلاقيه في الماركت في ايطاليا او اي ماركت تاني. اي حد عايز يحصل عايش في اوروبا على ماسي دروجولد بيتكلم على تليفونات ماسي فارم ايجيبت. المنتج بيوصل في خلال 5 أيام بكتير في جميع انحاء العالم. اي دكتوره دينا، بس انتوا مش موجودين في الماركت، يعني لا. لو اي حد نزل اي صيدليه او اي ماركت او اي حاجه مش هيلاقي ماسي دورو. لا مش هنلاقي طبعا ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد حصري على الارقام اللي ظاهره على الشاشه لكذا سبب. بنخاف حد يشتري من الصيدليه او من ماركت ويبتدي يعمل كوبيز. ماسي دورو جولد منتج مش عادي، ماسي دورو جولد تعبنا فيه فعلا 6 سنين، فبنحب نحافظ عليه جدا، فمنع للتزييف والغش التجاري، وكمان بنحب نسهل على العملاء. يمكن في عملاء كتير بتبقى قاعده مش قادره تنزل تدور في الماركت على مستحضر تجميل، فسهل قوي ان وانس اي حد اتكلم على الرقم اللي ظهر على الشاشه منتج ماسي دورو جولد بيوصل لحد باب البيت. شركه ماسي فارم ايجيبت الارقام اللي ظهر على الشاشه مفتوحه 24 ساعه، مفتوحه 7 أيام في الاسبوع الكول سنتر علشان خدمه جميع العملاء في اي وقت. يعني يمكن في ناس كتير قاعده بتروح الشغل وبتبتدي تروح مواعيدها بتبقى مش مواعيدها مختلفه، بتبتدي تتكلم 11 12 2 3 4 الصبح هتلاقي الكول سنتر متواجد في اي وقت في اليوم. طيب احنا عايزين نقول السكس اكشنز واللي مكتوبين كمان على العلبه بتاعت ماسي دورو جولد. السكس اكشنز في المقام الاول انتي رينكل، ماسي دورو جولد محارب ومقاوم للتجاعيد.
انتي ايج يعني محارب لشيخوخه البشره، محارب لتعجيز البشره، عشان كده بقول على طول الوقايه خير من العلاج. اي حد سنه صغير بيستخدم ماسي دروجولد من 20 سنه او حتى من 18 سنه، لان هو انتي ايج لاحتوائه على مضادات اكسده. ماسي دروجولد وايتنينج يقدر يفتح جدا لون البشره بالكافيار والذهب، طبعا دول اهم اثنين اهم عنصرين يقدروا يفتحوا لون البشره، يقدروا يعالجوا الهالات السوداء، النمش، البقع، الكلف، اثر حب شباب. ماسي دروجولد موسترايزنج يعني بيعمل رطوبه عاليه جدا للبشره لاحتوائه على الفيلر. ماسي دروجولد نورشنج يعني بيعمل نضاره من اول دهنه، ومع كل مره بنستخدم فيها من ماسي دروجولد بنشوف نفس نتيجه النضاره للبشره. ماسي دروجولد بيعمل اكشن مهم قوي الفيس لافتنج، يعني يقدر يشد البشره ويشد ترهلات البشره. ولو حد ما عندوش ترهل في البشره نقدر نمنع كمان من ظهور الترهلات باستخدام ماسي. كنت عايز اسالك، في ناس كتير بتقول انا ما عنديش مشاكل بس خايفه خايفه يظهر لي مشاكل، هل مناسب ان انا استخدمه؟ لازم نستخدمه، لان طبيعي مع التقدم في السن هيظهر مشاكل، طبيعي مع العوامل البيئيه السلبيه هيظهر مشاكل، شويه زعل بيخلوا الوش يتغير، بيطفي جدا، بيطفي جدا فعلا، طبيعي مع شويه اكتئاب شويه زعل الوش بيطفي خالص، فمحتاجين ان احنا نعالج الموضوع ده بماسي دروجولد مع سوء التغذيه، مع التخن، مع السهر بالليل، مع تفكير كتير، كل ده بيأثر على الوش. اي حاجه بتحصل الحاجات دي بتأثر على الوش، مع التدخين، مع الشيشه، مع عدم شرب الميه، كل ده بيأثر على الوش على طول. حاجات كتير قوي ممكن تأثر، وما اعتقدش ان في بني ادم عايش معانا في الدنيا ما بيتأثرش. لا لا لا، بحاجه كل واحد عارف هو بيعمل ايه كويس. ايوه بالظبط. خلونا نشوف التراخيص لو سمحتوا يا جماعه معانا على الشاشه، لان انا بحترم فيكم دايما النقطه دي وبحبها، وفي ناس كتير فعلا مبسوطه من الموضوع ان انتوا عندكم ثقه وبتوثقوا التراخيص بتاعتكم. طبعا مهم قوي ان طبعا كل المشاهدين ان ماسي دروجولد مترخص من وزاره الصحه المصريه، ماسي دروجولد مترخص من دول الاتحاد الاوروبي، ماسي دروجولد مترخص من حكومه دبي، يعني منتج امين جدا، منتج وزاره الصحه المصريه اخذت عبوات عشوائيه تماما من ماسي دروجولد وحللتها. اولا لقيتها متطابقه للمواصفات، ثاني حاجه لقيتها ما لهاش اعراض جانبيه، ثالث حاجه لقيتها فعلا ترخيص دبي. دكتوره دينا ده طبعا ده ترخيص دبي، عشان كمان كل ماسي فارم جلف مفتوحه طبعا لكل عملائنا في دبي، فاوريدي مترخص من حكومه دبي كمان، لان على طول بقول ما حدش يحط حاجه على وشه مش عارفين مصدرها منشاها، ممكن تعمل اي سايد افكت من اول دهن على فكره. مش مثلا لو عملت لي مشكله خلاص ما احطوش تاني ونرميه في الزباله، لا، طب وليه يحصل مشكله وليه نجازف بالحاجه اللي بتبان فينا اصلا؟ صح، يعني الوش هو رقم واحد، الوش هو اللي بيديك ثقتك والابيرنس العالي والسلف كونفيدنس والكاريزما. الكاريزما ايوه اهم حاجه، الكاريزما. طبعا اكيد فعلا، يعني الواحده ممكن تتنازل عن اي حاجه غير كاريزمتها. كاريزمتها والراجل، والراجل طبعا لازم وسامته دي تبقى حاجه ممكن. الرجاله كتير بتستخدمه بقى على كده كتير موت، مش قادره اقول لك، يعني ماسي دروجولد رجاله كتير جدا بتستخدم ماسي دروجولد، لقوا منتج كريم، يمكن في فئه من الرجال ما بتحبش تروح لمركز تجميل، منتج يقدر يديهم نضاره في بشرتهم، يقدر يصغر في بشرتهم في شكل 10 سنين، يقدر يعالج لهم مشاكل كتير قوي في البشره، ويقدر يستعيد شبابه ماسي دروجولد فعلا. اذا رجال وسيدات، ما بقى يعني ما بقتش حاجه للستات بس، لا خالص، تزعلوا خلي بالك. والله الرجاله بتزعل دلوقتي تقول لك ايه يعني، ايه يعني هو إيه كل حاجه، بتتكلموا عن السيدات بس وسايبين الرجال، ينفع الكلام ده؟ بالظبط، لا، ماسي دروجولد مناسب جدا للرجال، وماسي دروجولد مناسب لسن صغير وسن كبير كمان. طيب نشوف تقرير يا جماعه، يلا بينا.
يمكن احنا شفنا التقرير ده وانا بيعجبني التقرير ده لانه واقعي يعني عارفه طبيعي كده وخارجه وعادي. ويمكن عشان كمان انا من الناس اللي ما بتشجعش خالص ان الواحده تحط ميك اب على البحر. صح، مع اني بشوف حاجات غريبه بس انصحكم يعني نصيحه بلاش نحط ميك اب لو روش بس على فكره بيبقى شكلها مش ولا روش حتى تحطوه مش لازم خالص يعني مش لازم يعني البحر بيحب يبقى شكل ناتشرال جدا يعني يبقى شكلك طبيعي. وبعدين في بنات كتير بتحط ووتر بروف اصلا، حتى الووتر بروف وانت نازله الميه بتطلعي بيبقى وشك فعلا. طب اخبار الووتر بروف ايه مع الشمس بقى لما خطيبك مثلا يبقى معاكي كده ولا حاجه ويبص لك يلاقي حتى كميه الميك اب مش معقول بيبقى اوفر قوي. ماسي هيدروجولد عايزه اقول لك بيبقى تحفه لو حطيتيه الصبح لان احنا داخلين على صيف وبحر. بيديكي لون جولدن، بيديكي لمعان، بيديكي ابيرنس عالي. حتى الكيميائيين اللي مصنعين ماسي هيدروجولد كاتبين الفيرست ابلاي يعني من الاول دهنه بتشوفي نتيجه عبقريه. ماسي هيدروجولد بيغنيك عن الميك اب فعلا. ماسي هيدروجولد الحلو اللي فيه ان فيه سان بلوك، يعني انت لو حطيتي ماسي هيدروجولد على البحر مش محتاجه تحطي سان بلوك، هيديك شكل حلو قوي، شكل طبيعي جدا وواضح انك مش حاطه ميك اب خالص. وعايزه اقول ان فعلا مع كل علبه ماسي هيدروجولد اول حاجه جوه العلبه شهاده ضمان ان ماسي هيدروجولد بيحتوي على جزيئات ذهب عيار 23 وان هو ميد ان ايطالي. وهتلاقي كمان فلاير بالعربي كمان. طبعا فلاير بالعربي، طريقه استخدام يمكن ناس كتير لان المنتج ايطالي مكتوب كله بالانجلش فناس كتير بتبقى عايز تقرا بالعربي، فاحنا برده مسهلين على العملاء اللي بتحب تقرا بالعربي. الفلاير ده بيبقى في موجود برده موجود على كل علبه مع كل علبه ماسي هيدروجولد هنلاقي الفلاير اللي موجود بالعربي كمان. طيب كويس جدا. ليه برده في ناس كتير قوي بتقول انتوا مش عاملين مثلا حاجه تستر؟ طب حاجه صغيره نجربها الاول. طب انتوا ليه عاملين الحجم بتاع العبوه بالحجم ده؟ هل في هدف من كده يعني؟ طبعا في هدف، احنا بنتكلم يا يمنى في علاجات كبيره، ما بنتكلمش في حاجه صغيره، ما بنتكلمش في نضاره بشره فقط، بنتكلم في سيكس اكشنز، بنتكلم في تجاعيد، بنتكلم في بقع، بنتكلم في نمش، بنتكلم في ترهل البشره. الكيميائيين اللي مصنعين ماسي هيدروجولد هم اللي حطوا الكميه المناسبه. العلبه الكبيره ال 120 مللي اللي بتكفي من 6 شهور لسنه على حسب استخدام كل واحد والتاني، فعشان كده اتحطت الكميه دي مش احنا اللي حاطينها، هم الكيميائيين اللي مصنعين ماسي هيدروجولد هم اللي قالوا العلبه دي هي اللي بتصغر في سن البشره شكلين 10 سنين. الكميه دي الكورس ده مش مهم. حتى التستر، انت تستر من اول دهنه، انا على طول عمري ما قلت ان من اول دهنه هنعالج تجاعيد ولا هالات سودا ولا الكلام ده خالص. من اول دهنه بتشوفي نضاره، لكن مش بس احنا عايزين نشوف نضاره. اول مره بنحس الدم بيجري لسعين يعني كذا كتير، ليه حاسه ان وشي سخن؟ ليه حاسه ان وشي بيلسع شويه؟ في ناس بتحس بلسعان وفي ناس بتحس بسخونيه طبعا نتيجه تنشيط الدوره الدمويه. كل يوم انت بتنشطي الدوره الدمويه، كل يوم بتغذي بشرتك، كل يوم بتدي بشرتك وجبه بروتينيه دسمه جدا من فيتامينز، من احماض امينيه، من مضادات اكسده، من 23 عنصر فعال. فطبيعي ان وشك يسخن ويحمر ويديكي بشره ورديه جدا اكنك كل يوم بتعملي مساج. لكن فكره انه في تستر دي فكره مش عمليه اصلا، مش عمليه مع ماسي هيدروجولد ابدا. ماسي هيدروجولد عشان يعالج كل الحاجات دي لازم تاخدي الكورس كامل. مش بقول ان بعد انتهاء الكورس وشك بيتحسن، انت في طول فتره انك بتستخدمي ماسي هيدروجولد على طول بتشوفي تحسن ملحوظ، لكن من اول دهنه مش هتلاقي النتيجه بالنسبه للتجاعيد او حالات سوداء او بقع. دي بتحتاجي رينج من شهر لثلاث اربع شهور على حسب استجابه البشره والتانيه. في سيده من اول اسبوعين عالج لها نمش، وكذا سيده مش سيده واحده، دي صارت استجابه بشرتها عاليه جدا. في سيده تانيه انتهى النمش خالص من بعد الشهر الثاني. فكل بني ادم غير الثاني على حسب طبيعه البشره فعلا. طب في ناس كتير بتقول ايه، طب هو انا لما الكورس يخلص معايا هعمل ايه؟ بشرتي هترجع تاني لما كانت عليه مثلا او للمشاكل اللي كانت عليها ولا؟ بالعكس، انت سنه كامله بتغذي بشرتك بعناصر مهمه قوي، سنه كامله بتدي بشرتك نضاره وبتدي لبشرتك كولاجين وبتديها معادن واحماض امينيه وكافيار وهيلورونيك اسيد، مش ممكن هترجع زي الاول. واعتقد كمان ان الواحد لما شكله يصغر 10 سنين ده في حد ذاته انجاز هايل. اكيد يعني بعد ما يخلص ماسي هيدروجولد هنبان اصغر 10 سنين. اكيد ده انجاز في حد ذاته، يعني نحافظ أصغر عليه طبعا. يعني ايه ابان اصغر؟ يعني كل المشاكل اللي بتضايقني اذا شكلك كبر بتعالجها ماسي هيدروجولد. التجاعيد هي اللي بتبين لنا شكلها اكبر. لما تعالجي تجاعيد وتعالجي هالات سودا، تعالجي نمش، تعالجي ترهل في البشره، تدي بشرتك نضاره ونعومه زي بشره الاطفال، فاكيد ده هو ده اللي كنتي يبقى شكلك اصغر 10 سنين. فانت المفروض تحافظي بقى،
يعني نشرب ميه كويس، ما نتعرضش للشمس كتير، نستفيد بالعشر سنين اللي شكلنا صغيرهم. بالظبط. بس فعلا مع ماسي دروجولد بتبقي انت براند لويال. يمكن ناس كتير خلصت ماسي دروجولد مش محتاجه انها تجيب ماسي دروجولد تاني وجابته، عشان قلقانه عشان تحافظ، عايزه تفضل شكلها حلو كده وزي القمر على مدار السنين الطويله. طب احنا عايزين لو نلحق نشوف طريقه الاستخدام يا جماعه، عشان برضو بنتسال السؤال ده كتير بعد اذنكم. معانا الموديل نشوفها وهي بتحط ماسي درو جولد، بيكون ازاي يا دكتوره؟ بنحط ضغطتين ثلاثه على كف ايدينا وبصبعنا، بنبتدي ناخد نقط خفيفه ونوزع حوالين الوش كله وتحت العين، بس هنبص لفوق طبطبه رايح جاي زي ما احنا شايفين مع الموديل. وانك انت بتعملي مساج طبعا عكس الجرافيتي اللي هي الجاذبيه الارضيه، لان مع التقدم في السن الجاذبيه الارضيه بتاخد الوش وتسحبه على تحت. فمهم قوي اقول ان الدهان او المساج يبقى من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. طبعا احنا شايفين الموديل مش حتى ميك اب خالص، اول ما حدد ماسي دروجولد وشها اختلف تماما. عشان كده كل الناس اللي بتحط ماسي دروجولد بصوا على نفسكم في المرايه، مش هتعرفوا نفسكم من النضاره والحلاوه والنعومه بتاعه البشره. ردود افعال الناس بقى هايله جدا. ردود افعال الناس، سيدات كتير على فكره كل محافظات مصر مش بس القاهره، اسكندريه بياخدوا ماسي دروجولد ومبسوطين من نتيجته جدا، الصعيد كلها، مرسى مطروح، دول البحر، محافظات البحر الاحمر. ماسي دروجولد ما بقاش مقتصر على فئه معينه في المجتمع، كل طبقات المجتمع بتستخدم ماسي دروجولد، من فنانات، ممثلات، اعلاميات، لسيدات بسيطه جدا، سيدات عاملات، ربات منزل على فكره كتير، لان مش يمكن ربه المنزل او اللي ما بتشتغلش وقاعده في البيت تقول لك لا خلاص انا قاعده في البيت مش محتاجه ماسي دروجولد، انت محتاجه ماسي دروجولد جدا. طيب والتواصل دايما بيكون من خلال ارقام اللي ظاهره على الشاشه طبعا. الارقام ماسي دروجولد اللي ظاهره على الشاشه، كمان عندنا صفحه رسميه على الفيسبوك فيها رقمين نقدر نحصل فيها على ماسي دروجولد. طبعا هي دي الصفحه الرسميه لينا، فيها رقمين داخل الصفحه نقدر نحصل عليها من على ماسي دروجولد. وعندنا الارقام الاماراتيه، عندنا رقمين في شركه ماسي فارم جولف نقدر نحصل على ماسي دروجولد بالنسبه لدول الخليج ودبي والامارات، ومعظم دول الخليج تقدر تحصل على ماسي دروجولد عن طريق الرقم الاماراتي فقط من خلال رقم التليفونات فقط، صح؟ مش هلاقيه في الماركت. ما فيش حد، الناس اللي عايشه في ايطاليا في اوروبا برضه بيتكلموا على الرقم اللي ظاهر على الشاشه وبيوصل لحد باب البيت. انا بشكرك يا دكتوره دينا ميرسي على وجودك معايا النهارده، ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. حلقتنا خلصت وفقرتنا خلصت، شوفونا يوميا الساعة 3 عصرا والإعادة بتكون 8 الصبح صباحا تاني يوم، والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب. أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم. Hi, my name is Samantha and I'm a famous model for Macedo Gold in Egypt and Europe. Macedo Gold is one of the strongest cosmetics in the world. It can make you look 10 years younger.